جدعون ساعر لم يصبح وزيرا للدفاع الإسرائيلي، ويؤاف جالنت باق في منصبه رغم موافقة قادة الائتلاف الحاكم على خلاف ذلك. فيتو من جهة خفية بيدها القرار النهائي حال دون إجراء تغيير وزاري، فمن هي هذه الجهة؟ سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء صاحبة التأثير والقرار لم تقتنع بعد بتولية ساعر وزارة الدفاع بدلا من جالنت بحسب إعلام عبري. إن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء تراجعت عن موافقتها على إسناد وزارة الدفاع لجدعون ساعر. نتنياهو يحاول استغلال التغييرات الوزارية الواسعة لتصفية خلافاته مع جالنت والإطاحة به رغم اعتراض الخارجية الأمريكية على إقالته في ظل استمرار الحرب على غزة. ارتهان نتنياهو لزوجته وصل حد إرسال وفد لإقناعها بتولي ساعر وزارة الدفاع بحسب القناة 13 العبرية. فهل سيتمكن رئيس الحكومة من إقناع سارة صاحبة الكلمة الفصل؟